اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. today ان شاء الله هناخد ليسونز 21 and 22 اللي هم بعنوان solving المالتيبليكيشن ستوري بروبلمز. الستوري بروبلمز يعني مسائل، المسائل دي بتبقى عباره عن قصه، القصه دي بيطلب مني دايما ان انا اعمل كاونتنج فيها، والكاونتنج ده احنا هنحاول نستعمل المالتيبليكيشن عشان نسهل على نفسينا عملية العد. طيب نشوف مع بعضنا أول learning point عن المالتيبليكيشن ستوري بروبلم. إيمان has 3 plates. عندي إيمان أهي، في عندي 3 plates. ال 3 plates دول مالهم؟ دول there are 2 oranges in each plate، يعني كل طبق فيه برتقالتين. السؤال بتاعنا how many oranges are there in all؟ هنا many. How many oranges are there in all؟ في عندي كام برتقانة في الثلاث طبقان دول؟ طيب نعمل ايه؟ نعدهم 1 2 3 4 5 and 6. طب ما فيش طريقة تانية؟ في طريقة ايه؟ طريقة الريبيتد اديشن، يعني اعمل اديشن لكل اللي موجودين، يعني اعمل 2 بلس انذر 2 بلس انذر 2. 2 plus 2 is 4 plus another 2 يديني 6. وممكن اعمل skip counting 2 then 4 then 6. وممكن نعمل الطريقة الجميلة جدا اللي احنا تعلمناها الليسون اللي فات، اللي هي طريقة المالتيبليكيشن. انا عندي 2 متكررة كم مرة؟ 3 times، يبقى هنا 3 times 2 يديني كام؟ يديني 6. يبقى انا عندي لما احب اوضح المسألة دي نحلها ازاي، هنقول 3 times 2 يدينا كام؟ هيدينا 6 اللي احنا عدناهم. ممكن نحلها عن طريق الريبيتد اديشن. يعني ايه كلمه ريبيتد اديشن؟ ابتدي كل طبق اشوف فيه قد ايه، او كل جروب فيه قد ايه، وبعد كده نعمل لهم اديشن. يا اما اعمل سكيب كاونتنج، يا اما نعملها بالاوبجكتس عن طريق الاراي. عندي 3 روز، كل رو بيعبر عن جروب وكل جروب فيه 2 اورنجز. او ممكن اقول 3 times 2 equal 6، وطبعا دي اسهل حاجة عندنا ودي اللي احنا عايزين نتعلمها ونستعملها كتير. نيجي نشوف التشيك بوينت، بيقول لي match each problem to the suitable multiplication sentence. يعني هنقرا الستوري بروبلم ونحاول نشوف multiplication sentence بتعبر عنها. هنا بيقول لي جانا bought 3 bags of ping pong. يعني جانا اشترت 3 علب من اللي فيها كرات البينج بونج. Each bag has 5 balls. كل علبة فيها خمس ايه؟ فيها خمس كور. السؤال بقى بيقول لي how many balls are there؟ عندنا كام كورة؟ طيب نحاول نفهم المسألة، هي اشترت قد ايه؟ 3 علب. كل علبة فيها كام؟ فيها 5. يبقى احنا ممكن نعتبر ان الباك الواحدة او العلبة الواحدة عبارة عن جروب. طب الجروب ده فيه كام ايتم؟ يعني فيه كام بول؟ فيه 5. يعني لما اجي احل المساله دي اعمل ايه؟ اقول ان عدد الكور 5 بلس 5 بلس 5. ده انا بكرر نفس النمبر، يعني مالتيبليكيشن. ال 5 اتكررت قد ايه؟ 3 تايمز، يبقى 3 تايمز 5. نروح ندور هنا على 3 تايمز 5 نلاقيها هي ايه؟ هي دي. طب نيجي نشوف المساله اللي بعد كده، بيقول لي اندي داونلودد 3 جيمز اونتو هيز تابلت. الاندي نزل 3 العاب على التابلت بتاعه. The next day he downloaded 3 more. اليوم الثاني نزل كمان 3. السؤال بقى بيقول ايه؟ How many games has he downloaded؟ هو نزل كام جيم؟ نحاول نفهم. هو اول day نزل 3، والday اللي بعده نزل another 3، يعني 3 plus 3. ايه ده؟ يعني 3 اتكررت قد ايه؟ 2 تايمز، يعني 2 تايمز ال 3؟ 2 تايمز ال 3 موجوده فين؟ موجوده هنا اهي. يبقى هو نزل 6 جيمز. طب نيجي نشوف هنا. A guitar has 5 strings. السترينجز اللي هي الاعواد دي اللي الايه؟ اللي الجيتار بيطلع منها الصوت. How many strings are there in 2 guitars؟ لو عندي من الجيتارز ده 2 يبقى عندي كام سترينج؟ يبقى كل جيتار فيه 6، يبقى 6 بلس 6. 6 اتكررت مرتين، يعني 2 تايمز 6.
فين 2 تايمز ال 6 اهي، يبقى هناخد ده كده هنوصله بده ايه بده كده. اللي بعد كده there are 5 apples in a box، عندي صندوق، الصندوق ده فيه 5 apples. How many apples in 2 boxes؟ طب لو انا عندي 2 boxes هيبقى عندي كام تفاحه؟ هما صندوقين، الصندوق الواحد فيه 5، يبقى 5 plus 5 اللي هي 2 times 5 يبقى كام؟ يدينا 10. نيجي نشوف another practice. يقول لي هنا read and solve. احمد has 2 buckets of sweets. هم ادي 2 buckets هم معاه علبتين كل علبه فيها بسكويت. each with 5 pieces of sweets. كل واحده من دول فيها 5. بيسالني بيقول لي how many pieces of sweets احمد has. يبقى احمد معاه كم قطعه؟ يلا نفهم الموضوع. في عندي باكوين بسكوت، كل باكو فيه قد ايه؟ فيه 5. ايه ده؟ يعني 5 بلس 5، يبقى ال 5 بلس 5 يديني كام؟ يديني 10. يبقى احنا في الورك اريا في الدرافت بتاعنا ممكن نقول 5 بلس ال 5 ايكوال كام؟ ايكوال 10. او ممكن نقول ايه كمان؟ 2 تايمز ال 5 ايكوال كام؟ ايكوال 10. يبقى لما نيجي نجاوب على السؤال بتاعنا how many pieces of sweets احمد has، نقول احمد has 10 sweets. نيجي اللي بعديها a carpet store has 3 commercials every hour on a local television station. في عندي محل بيبيع سجاجيد بيعمل اعلانات في التلفزيون، بيعمل 3 اعلانات كل ساعة. How many commercials will the store have in 7 hours؟ يبقى الستور ده او المكان اللي بنبيع فيه السجاجيد دي هيعمل كام اعلان في 7 hours؟ نحاول نفهم الموضوع. هو كل ساعة every hour يعني كل ساعة بيعمل كام اعلان؟ بيعمل 3 commercials. طب ايه المطلوب؟ هنعمل كام commercials كام اعلان in 7 hours؟ ده معناه ان هيبقى 3 اللي هي اول اور بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3. انا ليه عملت كده؟ لان كل 1 اور دي كده 1 اور، ده كده ان 1 اور، ان 1 اور كل 1 اور المفروض بيتعمل 3 كوميرشلز. يبقى في ال 7 اورز هيتعمل قد ايه؟ 3 بلس 3 7 تايمز. يبقى الثري اتكررت 7 تايمز، لما نيجي نحسبها هنلاقي ان هي بتيكوال 21. لما نيجي نحطهم على بعضهم كده على ايدينا ونكاونت يطلع 21. هل في طريقه ثانيه؟ طبعا. الطريقه اللي احنا خدناها بتاعت الملتبليكيشن اللي احنا عايزين نتدرب عليها ونحفظها. لما الاقي المنظر ده ما اكتبوش كده ابدا. امال نكتبه ازاي؟ نقول كده 7 تايمز الثري. يعني الثري متكرره 7 تايمز، هيدينا كام؟ بعد كده هنحفظها. لازم نحفظ ان 7 تايمز 3 ايكوال 21. يبقى لما يقول لي how many commercials will the store have in 7 hours؟ نقول the store will have 21 commercials in 7 hours. نيجي اللي بعد كده بيقول لي an apartment building has 4 floors، عندي عمارة سكنية فيها 4 أدوار. there are 3 apartments per floor، كل دور في ايه؟ في شقة واحدة. يعني ادي عندي كده العمارة اهي فيها 4 أدوار، ادي 1 2 3 and 4، كل واحد من دول في ايه؟ في 3 apartments، يعني كل دور في 3 شقق. يبقى انا عندي how many apartments are in the building، عندي كام شقه في المبنى، العماره فيها كام شقه؟ هنقول 3 plus 3 plus 3 plus 3 3 plus 3 plus 3 plus 3 اللي هي ايه؟ اللي هي 4 times 3. يديني كام؟ يديني 12. يبقى انا لما اشوف المساله دي عندي 4 floors
وعندي كل واحد من دول في 3 ابارتمنتس، يبقى نقول على طول ان الحل 4 تايمز 3 ايكوال 12. يبقى لما نيجي نجاوب على السؤال how many apartments are in the building، نقول there are 12 apartments in the building. بعد كده بيقول لي put the products for the problems above in order from least to greatest. فين البرودكت؟ البرودكت اللي هو الناتج ده، ده البرودكت. طب وفوق عندي هنا كام؟ 21. ده البرودكت، وهنا كام؟ وهنا 10. عايزين نحطهم من الليست للايه؟ للجريتست. يبقى انا عندي ال 10 الاول، وبعد كده ال 12، وبعد كده ال 21. نكمل مع بعضنا المثال. بيقول لي A jar of marbles holds 8 marbles. عندي برطمان، البرطمان ده فيه 8 بليات، ادي بليه، البليه اللي بنلعب بيها. How many marbles are there in 4 jars؟ لو انا عندي من ده 4، يبقى انا عندي هم كلهم قد ايه؟ طبعا احنا متعلمين المالتيبليكيشن، يعني ممكن لو قلنا ان ال 8 هنكررها 4 تايمز هنقدر نوصل للتوتال. يبقى ممكن نقول ان التوتال بيكوال ايه؟ 8 بلس ال 8 بلس ال 8 بلس ال 8. هكرر الجارز 4 تايمز. 4 تايمز يعني 4 تايمز ال 8. ايوه، لو هنكتبها بالمالتيبليكيشن نكتبها كده 4 تايمز ال 8. طب لما نيجي نعد دول هيطلعوا كام؟ هيطلعوا معانا 32. جبناها ازاي؟ 8 بلس 8 8 بلس 8 ايكوال 16. هنعمل 16 وال 8 بلس 8 دي بقى نظر 16، نعمل لهم بلس 6 بلس 6 يديني 12، 2 and we have 1، 1 بلس 1 is 2 بلس 1 is 3، يبقى 32. يبقى how many marbles are there in 4 jars؟ يبقى الإجابة بتاعتنا there are 32 marbles in 4 jars. نيجي اللي بعديها. آدم runs 2 hours every day. آدم كل يوم بيجري 2 hours. What is the number of running hours in 9 days؟ يبقى لو هو هيجري 9 days هيجري كام ساعة في 9 days؟ هو بيسألني قد إيه الـ hours؟ يبقى المفروض إن أنا هكرر ده كل يوم أزود 2. يعني هو المفروض في أول day عمل 2، الدي اللي بعده عمل 2، الدي اللي بعده جري 2، وبعد كده 2، بعد كده 2، زد انذر 2 كده 1 2 3 4 5 6، نزود كمان 2 7 8 اند ايه اند 9. المفروض كل دول اعمل لهم اديشن، هيطلع معايا كام؟ هيطلع معايا 18، ان ال 1 2 3 4 5 احنا عارفين ان ال 2 لما بتتكرر 5 تايمز يديني 10، 1 2 3 4، وان ال 2 لما بتتكرر 4 تايمز يديني 8. يبقى 10 بلس 8 ايكوال كام؟ ايكوال 18. طب لو عايزين نكتب الكلام ده بالمالتيبليكيشن، ال 2 متكرره كام مره؟ 9 تايمز، يبقى 9 تايمز الايه؟ ال 2 هيديني كام؟ 18 برضو. يبقى لما نيجي نجاوب على السؤال نقول كده the number of running hours in 9 days equal كام؟ 18 hours. نيجي اللي بعد كده. رنا saw 6 dogs in a garden. رنا شافت 6 كلاب في الحديقة. How many legs do the 6 dogs have؟ ال 6 dogs دول ليهم كام leg؟ المفروض ان الدوج الواحد ليه كام؟ ليه 4. الفور دي هتتكرر كم مرة؟ 6، لأن هما 6، يبقى 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4. الفور متكررة قد إيه؟ 6 تايمز. يعني المنظر ده عبارة عن إيه؟ 6 تايمز الفور. طب هيدينا كام؟ لما نيجي نعمل لها كاونتنج هيديني 24. يبقى الإجابة بتاعتنا The 6 dogs
have 24 legs. بعد كده بيقول لي put the products from the problems above in order from the greatest للليست. مين هو البرودكت؟ ده البرودكت يعني الناتج. طيب ده كنا بنسميه ايه؟ كنا بنسميه فاكتور، يعني ده كده اسمه البرودكت. طب انا عندي هنا 24، عندي هنا 18، عندي هنا 32، مين اكبر حاجه؟ ال 32. مين اللي بعديها؟ 24. مين بعد كده؟ ال 18. نيجي نشوف مع بعضينا الاكسرسايز ده، بيقول لي look right and solve. نبص بعينينا وبعد كده هنحل. هنا بيقول لي use the picture، بص على البيكتشر دي، tell multiplication stories. حاول تتكلم وتقول قصه، القصه دي تستعمل فيها المالتيبليكيشن. And solve them، وبعد كده حلها. ومديني مثال. المثال هنا بيقول لي there are two girls. فين التو جيرلز دول؟ اهم. ادي واحده وادي الثانيه. مالهم؟ each girl has three balloons، كل جيرل من دول ماسكه ايه؟ ماسكه بالونه. طيب نسال بقى السؤال، how many balloons do they have together؟ هما الاثنين معاهم كام بالونه؟ معاهم 1 2 3 4 5 6. جبناها ازاي؟ ال 3 متكرره مرتين، يبقى 2 times 3، يبقى 2 times 3 equal 6 balloons. طيب نجرب كده نعمل سؤالين على ايه؟ على الأشكال اللي قدامنا دي. نبص كده، أول حاجة عندنا في إيه؟ نبص على الدوجز. There are two children. طيب كل children معاه كام dog؟ كل children معاه two dogs. يبقى ممكن نقول كده there are two أو two boys. مالهم التو بويز دول؟ each boy has two dogs. تمام؟ يبقى ايه بقى السؤال اللي احنا هنسأله لنفسينا؟ How many dogs do they have together؟ هما الاثنين معاهم كام؟ كام دوج؟ الإجابة 2 times 2. ال 2 dogs اتكرروا مرتين. equal كام؟ equal 4 dogs. طيب عايزين نعمل حاجة تانية. نبص بعينينا. إيه عندي هنا ممكن أقول عليه مجموعة؟ عندي هنا boat and another boat، عندي مركبين. طب كل مركب فيه قد إيه؟ فيه عندي 3 children. يبقى إحنا ممكن نقول إن المركبين فيهم قد إيه؟ كام children؟ هيبقى 2 times 3. يعني 3 متكررة مرتين. يبقى ممكن نقول there are two boats، عندي مركبين. each boat has three children. تمام؟ طيب how many children do they have together؟ the two boats فيهم كام children؟ يبقى على طول ال 3 اتكررت مرتين، يعني 2 times 3 يديني كام؟ يديني 6 children. طيب ممكن نقول حاجة تانية؟ نيجي نبص على الصورة كده. إيه تاني اللي متكرر مرتين؟ عندي التري. كل تري فيها قد إيه؟ كل تري عليها 4 بيردز. يبقى عدد البيردز قد إيه؟ هيبقى 2 تايمز الفور، يعني الفور اتكررت مرتين. إيه كمان؟ نبص بعينينا نلاقي عندي فلاورز، أدي 1 2 3 4. الفور دول متكررين كم مرة؟ 1 2 3 4 5 and 6. يبقى الفلاورز دي كلها عبارة عن ايه؟ عبارة عن 6 times ال 4 اللي هي كام؟ اللي هي 24. زي ما انتم شايفين يا اولاد الدرس بتاعنا سهل جدا،
الدرس بتاعنا كان بيتكلم ان ممكن يجي لي مسألة، المسألة دي بتحكي لي قصة، القصة دي انا هلاقي فيها مجموعات بتتكرر، يبقى لازم نستعمل على طول الايه؟ المالتيبليكيشن.